بسم الله وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع بمشاركة 10 جياد كأسخور العديد الفئة الثالثة للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى لمسافة 2800 متر. نشاهد الصدارة والمركز الأول رقم 6 مونيم البلاير المدرب جوليان سمارت ملزمه الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني والخيال جيبي جامبر. المركز الثاني كذلك لنفس الشعار أوف هي جوز أبرز الترشيحات من تدريب أيضا جوليان سمارت ملزمه الشيخ محمد بن خليفة الثاني والخيال توماس لوكاسكا. المركز الثالث في محاولة من ظريف سلالة نايف المدرب ماجد سيف الدين ملك سيد سعيد الجفالي النعيمي والخيال ألبرتو سنا. في المركز الرابع على ما يبدو لي الآن تقدم ديوك أوف داندي رقم 1 والمدرب ألبان دميول والسادة أمقر مع رونالد توماس إلى المركز الثالث، بينما ظريف يأتي رابعا والمركز الخامس هاريون سبير سلالة كيباوي تدريب راشد العلي ملك السادة مربط الجريان والخيال سفيان سعدي. مسافة طويلة والجيادة حتى الآن تعبر منعطفا وراء منعطف ونشاهد الجيادة تدفع بقوة نحو المنعطف الأخير والتوجه نحو الخط المستقيم. نشاهد هنا المركز الأول حتى الآن والصدارة بشعار الأزرق. إذن لازلنا مع المنعطفات والمنافسة المحمومة بين الجيادة في هذا الشوط، ومرة أخرى تدور الجيادة حول هذا المضمار لنشاهد المنافسة ما بين الشحن حانية وكذلك ما بين السادة أم قرن حتى الآن في المراكز الأولى. الصدارة حتى الآن نشاهد مع موني ملتبلاير رقم 6، المركز الثاني أوف هي جوز، المركز الثالث نشاهد ديوك أوف داندي. إذن المرشحون في المقدمة، ونشاهد هنا الشعار البرتقالي في المركز الرابع، محاولات كذلك من هاري هوتسبير. الجيادة الآن تندفع بقوة نحو المنعطف قبل الأخير للشوط السابع لمسافة 2800 متر. حتى الآن الشحانية في الصدارة والمتابعة تأتي من السادة أمقر. الآن تحركات جميلة من أوتو ملك وتدريب السيد حمد الجهني وفالح بغنيم يتواجد الآن بقوة يندفع نحو المراكز الأولى. الصدارة حتى الآن باللون الأزرق والشعار المميز هنا شعار الشحانية شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني، محاولات من كليندو من الجهة الخارجية بالشعار الوردي وتواجد السيد محمد حسن عبد الملك فروسي مدرب ديبور ماونتن. والجيادة تدفع نحو المنعطف الأخير في الشوط السابع كأس خور العديد الفئة الثالثة للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الأولى. هنا الانعطاف الأخير التوجه نحو الخط المستقيم لاسنا مع الشحانية في الصدارة بالكاب الأبيض أوف هي جوز أبرز الترشيحات. محاولات من ديوك أوف داندي والمنافسة المحمومة كالعادة ما بين أهم الجياد. هنا أوف هي جوز ويتجه نحو الصدارة باقتدار ليحتل المركز الأول للمرة السابعة، المرشح الأبرز فعلا يتفوق هنا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني ومن تدريب جوليان سمارت والخيال توماس لوكاس. جنا الأصيلة الخيال الفائز في هذا الشوط توماس لوكاس جولدن، ألف مبروك الفوز، يتسلم كأس الخيال توماس لوكاس.
ويتسلم كأس المدرب سيد دين لافي. ألف مبروك للمدرب جوليان سمارت. وأيضاً يتسلم كأس أيضاً المالك السيد دين لافي. نبارك في هذا الشوط لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. ألف مبروك للمدرب جوليان سمارت وأيضاً المالك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. توماس لوكاسك مع الجواد أوف هي جوز. كأس خور العديد للخيل المهجنة الأصيلة. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام للشوط الثامن من أمسية اليوم، شوط كلاسيك للخيل المهجنة الأصيلة الدرجة الثانية مسافة 2000 متر.